المباراة ستبدأ في الحال، يرجى من لاعبي الفريقين التوجه إلى الملعب. ما زلت بأحسن حالاتي، وفي النصف الأول من الوقت الإضافي المكرر سنسمح للخصم أن يهاجمنا أولا. ماجد وياسين، ما عليكم إلا الاستراحة في النصف الأول، أما بقية اللاعبين أي أنتم فعليكم الدفاع بشكل جيد لكي نبقي نتيجتهم صفرا، وفي النصف الثاني سنبذل جهدنا من أجل الفوز. ماذا تعني؟ سنعتمد على ماجد وياسين، إنها الوسيلة الوحيدة لقهر الحرية. صحيح، إنها الوسيلة الوحيدة لهزيمة فريق الحرية. أنا موافق. ماجد وياسين. وأنت ياسين. موافق، سأجرب وسأبذل قصارى جهدي. دور فريق المجد بالهجوم، الكرة توجهت إلى سامر. لاعبو المجد سيعطون الكرة إلى ماجد مباشرة ليسدد. ماذا؟ هل يستخدمون خطة جديدة؟ فريق المجد لا يظهر لنا قوته في الهجوم، إنهم يتبادلون الكرة فيما بينهم بكل بساطة ولا يمررون الكرة إلى ماجد أو ياسين. ولكن لماذا يا ترى؟ ماذا حدث لهما؟ ما الأمر؟ كل من ماجد وياسين لم يتحرك خلال الدقيقتين الأخيرتين. ماجد، ياسين، هيا. حسام يقترب من ماجد وماجد لا يعترض. ماذا يجري هنا؟ لقد مر بسام بين ماجد وياسين بكل سهولة، إنهما لم يعترضا. لماذا لم يهاجما؟ هل إصابتهما خطيرة إلى هذا الحد؟ لكن ماجد ما أتى إلا للفوز بالمباراة. النصف الأول من المباراة سينتهي، حافظوا على الكرة يا شباب، هيا. هل يحتفظ هؤلاء الشباب بطاقاتهم للنهاية؟ بقيت أقل من دقيقة حتى نهاية النصف الأول من الوقت الإضافي. بسام يعترض كرة وليد، حتى النمر الشرس بسام بدت عليه إمارات التعب. إنها لنا. بسام، خطتهم تقوم على الدفاع في النصف الأول ليستريح ماجد وياسين، ويحاولون حسم المباراة لصالحهم في النصف الثاني. بسام، هذا صحيح. بقي 30 ثانية، سنقوم بحماية المرمى جيدا. افعلوا ما شئتم، مهما كان نوع الخطة عندكم سنقوم بالهجوم في النصف الأول وكذلك في النصف الثاني، سنبقى نهاجم ونهاجم. فريق المجد يحاول أن يقف سدا منيعا في وجه بسام. بسام لن يسدد، لقد أرسلها إلى جهة اليمين. ماذا أرى؟ هناك حارس المرمى رعد يتقدم ليسدد. هيا رعد، لابد أن لديك بقية من الطاقة، ولا فرق إن سددت أنت أو أنا، فنحن أحسن من يسدد في فريق الحرية. بسام، إنني أوافقك، فمهما كان نوع الخطة فإن من لا يهاجم لا يربح، وهذه المباراة ستكون لنا. حارس مرمى المجد وليد يستعد للتصدي. وليد، سدد، سدد. أفز وليد، لقد أمسكها. الرائع وليد، إنها قبضة موفقة. حارس المرمى وليد أمسك الكرة، وفي نفس الوقت أعلنت صافرة الحكم انتهاء النصف الأول من الوقت. وها نحن أخيرا اقتربنا من نهاية مباريات التصفية النهائية لبطولة الشباب الوطنية لكرة القدم. هذه المباراة التي لم تقسم خلال الوقت الأصلي المخصص لها، فاستمرت خلال الوقت الإضافي وكذلك خلال الوقت الإضافي المكرر. وأخيرا بقي على نهايتها 5 دقائق، أي مدة النصف الثاني من الوقت الإضافي المكرر. النتيجة ما زالت 2-2، فمن سيفوز بلقب البطولة لهذا العام، الحرية أم المجد؟ أم أن التعادل سيستمر وسيحمل كل من الفريقين لقب البطولة؟ قريبا جدا يصفر الحكم معلنا ابتداء النصف الثاني من الوقت الإضافي المكرر لهذه المباراة. لم ندعهم يسجلون أي هدف. ماجد، ياسين، سنترك لكم إتمام المهمة. ماجد وياسين، نعتمد عليكما. لنا أيها الثنائي الذهبي، يجب أن نسجل هدفا، وإلا ما فائدة كل ما قدمه الشباب؟ سنكون لا شك.
سألعب حتى النهاية ولن أبالي ولو كسرت ساقي. لن أدعك تسجل الهدف ولو ضحيت بحياتي. لن نخسر، الحرية هو الذي سيسجل الهدف في الشوط الثامن. ماجد، مهما كان نوع خطتكم فإننا سنربح هذه البطولة. الآن سيتابع الفريقان اللعب. تمرر الكرة إلى ياسين، إنها تمريرة فريق المجد للخلف. أظن أن ماجد وياسين لا يتمكنان من اللعب بشكل طبيعي. أنتم أيها الأغبياء، إذا لم يهاجم ماجد أو ياسين فإن الكرة ستبقى لي وحدي. حسنا، وصلت الكرة إلى سامر وها هو يركض بها إلى الأمام. سامر يقذف بالكرة عاليا في الهواء، الكرة تتجه إلى حسام مباشرة. حسام وعمجد من فريق الحرية محاولان إطراد الكرة. حسام يرسلها إلى ناصر. حسناً سنوقفك الآن وسترى. باسل يعترض ناصر لكنه مررها إلى كمال. يا شباب هيا، حتى الآن رائع. أرسلوها إلى ماجد في المقدمة. الكرة ما زالت مع كمال، يمررها لسامر. لن أدعك تجري بها طويلا. يتقدم إحسان ليعترض تقدم سامر وهو يحاوره من أجل أن يأخذ الكرة. هل يستطيع إحسان ذلك؟ شاهر يقترب لمساعدة إحسان. سامر إلى هنا. وصل عمر بالوقت المناسب. ماجد، عمر أرسل الكرة إلى ماجد، إنه يتحرك. لقد أمسكها. هيا ماجد هيا. استطاع ماجد أن يحافظ على كرته. لاعب الحرية يعترضون لاعبا خلف لاعب ولكنه أفلت منهم جميعا. سيسجل هدفا بأي ثمن. ماجد الذي وفر طاقته في النصف الأول يتحرك الآن بشكل لا يصدق. ترى ما الذي سيفعله ماجد؟ هل سيستمر في دحرجة الكرة فقط؟ هل سيسددها؟ إلى أين؟ إلى أين؟ الكرة في طريقها إلى ياسين. ياسين يوقف الكرة بساقه اليسرى. كيف سيتحرك ياسين؟ كيف سيتحرك؟ ها هو جمال يحضر لإيقافه. ياسين يقفز، لقد عاد ثنائي فريق المجد. ياسين، حسنا سنفوز. ياسين يتألم كثيرا، أظن بأن جرح ساقه خطير للغاية. ويسرع بسام لقطع الكرة، لقد حصل عليها. هذا يعني الثنائي الذهبي. هيا بنا يا شباب هيا. حاضر. حسنا، ما دام ياسين ليس هنا. الحرية يأخذ الكرة بقيادة بسام، إنهم يهاجمون بعنف باتجاه مرمى المجد. للأسف ياسين لا يستطيع الاستمرار لسوء حاله. ياسين لا يستطيع أن يلعب. ياسين اهدوا يا شباب، ثقوا به. ياسين يستطيع أن يلعب من أجلنا حتى النهاية. تولوا حماية المرمى هيا. ولكن وليد حاضر. أعطيها كل ما لك من قوة، أتعبهم كما فعلوا في النصف الأول. الحرية بكامل أعضائه يهاجم ويحاول فريق المجد بشجاعة إيقافهم. لن تسدد، انتبهوا للجوانب. سعيد ركز تماما على اللاعب رقم 15. من أجل كل واحد منكم لن أدع المباراة تنتهي هكذا. انهض وتحمل ياسين. الكرة مع بسام. فريق المجد تحمل هذا الهجوم في النصف الأول ولكنهم الآن في حالة سيئة للغاية. تحركوا بكل تأكيد. لدى فريق الحرية الظرف المناسب للتسديد وتسجيل هدف. لاعبو الفريقين يبذلون جهودا مضاعفة في الدقائق الأخيرة للحصول على البطولة، وها هو بسام يستعد لتسديد هدف. ساقي تحملني، لكن علي أن أوقف هجوم فريق الحرية. أرجوكم اثبتوا هناك. لن نخسر أبدا، لن نخسر. وليد يتقدم للأمام وبسام سيسدد الأمام.
الآن. لم يستطع وليد أن يوقفها، لكن ماجد أوقفها. لقد جاء من جانب الملعب وأوقفها. تبا ماجد. ياسين جاء دورك. ياسين لا يستطيع أن يلعب كالمعتاد بسبب جرح ساقه، ولكن العجيب أن ماجد أرسلها له. ماجد. ياسين. وصلت إلى ياسين. ياسين أنت شريكي، دعنا نعرض عليهم آخر فنون لعب ثنائي ذهبي. إنها للقوة، هذه آخر مباراة لي. هذه حركة ياسين المفضلة، وهذه حيلته في اللعب. ياسين. ياسين. ياسين يتقدم متحملا آلام الجرح في ساقه، وها هو ماجد يتقدم أيضا. أحسنت ياسين. ها هو أخيرا ثنائي فريق المجد الذهبي يعرض لنا ألعابه. أصبحت حركات ماجد وياسين جيدة الآن. ماجد وياسين، هيا استمرا، سجل لنا هدفا. لا أمل لكما أبدا. ماجد وياسين يتقدمان نحو المرمى. إنهما يتبادلان الكرة معا. أرسلها ياسين إلى ماجد، وماجد يتقدم بها. ماجد اقترب من المرمى ويقترب أكثر وأكثر. ماجد تقدم وسدد. هيا ماجد يرسلها إلى ياسين. هل سيسدد ياسين؟ ياسين سدد الآن. ياسين يسدد، راح يقفز. أبعد، هو عمر يأتي بسرعة. عمر إنها فرصتنا. لابد أنه سيرسلها إلى ياسين أو ماجد. ماجد ياسين لكما. عمر يركز على الوسط. حسنا سنفعلها. ماجد مع ياسين أمام المرمى، ولكن بسام يقف لهما بالمرصاد. أهلا الكرة تطير عاليا ويقفز بسام أيضا، ولكنه أخطأ التوقيت تماما. ماذا؟ بسام. ماجد لم يسدد لأن الكرة موجهة إلى ماجد. ياسين كان الطعم. ماجد سيقوم بضربته المفضلة، المقص الهوائي. لقد سدد. الكرة تدخل المرمى. هدف هدف هدف. وأخيرا تقدم فريق المجد بهدف واحد. ماجد إنجاز رائع، إننا فائزون فعلا. لقد هاجم ثنائي المجد الذهبي وكسر التعادل مع الحرية. ماجد لقد فزنا. رائع، لقد نجحت خطة وليد. أنت رائع رائع. ماجد ياسين. لم يستطع بسام الذي أذهلته قفزة ياسين، لم يستطع إيقاف تسديدة ماجد. حتى رعد الذي خطف تسديدة ماجد الأولى عندما ارتمى عليها لم يجد الوقت ليصل إلى الموقع الذي يتمكن فيه من إيقاف تسديدة ماجد الثانية، وهذا يظهر مدى قوة ماجد وياسين. تبا لن تتكرر ثانية. النتيجة 3-2. مر حتى الآن دقيقة ونصف من النصف الثاني للوقت المكرر. ياسين تقدم جيد. نحن نعود ثانية إلى المباراة، بقي من الوقت 3 دقائق حتى النهاية. هيا بسام لا تستسلم أبدا. ولكن بسام كابتن فريق الحرية لن يستسلم. بسام. إنهما ماجد وياسين اللذين أعرفهما، إنهما يستطيعان الاتصال مع بعضهما دون إعطاء أي إشارة. الحرية الذي كانت الفرصة إلى جانبه تأخر الآن بهدف، ربما سيستمر بالهجوم كما عهدنا. نأمل أن تشتد عزائمهم. الحرية لا تستسلموا، ما زالت الفرصة أمامكم.
الحرية يستعد للهجوم، ما زالت لديهم الروح العالية للاستمرار. شباب لا تتهاونوا أبدا، لمجرد أننا تقدمنا عليهم تشجعوا قليلا، ما زال أمام الحرية الفرصة لتسجيل هدف أو هدفين. عمر صابر عودا إلى الخلف بسرعة. وجاهر اثبتها هناك، قد ما أن نصل. ماجد ياسين هيا قد ما أن تصل. فعلا قد ما نصل، سنقاوم حتى النهاية. أعتقد بأن ساقي ستصمد حتى النهاية. الكرة مع بسام، إنه يتجه إلى المرمى ليسدد ثانية. ماجد لقد تعلمت منك درسا، لا يمكنك أن تلعب كرة القدم وحدك. بسام يمررها إلى إحسان، اللاعب المكمل لبسام. كما علمتني أيضا بأن كرة القدم لا تعتمد على القوة فقط. بسام يخدع الجميع ويقوم باحتيال على الجميع. لقد تغير. ها؟ انظر إلى وجه بسام. الآن سأعود لألعب معكم يا شباب، الآن. سامر حسناً سأركز على بسام. هذه المباراة لابد أن تكون ممتعة. يبدو أن بسام ما زال لديه بقية من طاقة. فريق الحرية أمام مرمى المجد يهاجم، ولاعبوه بحالة جيدة. انتبهوا للجوانب، لن نسمح لك بالتقدم. حتى الآن ما زلت ألعب من أجل عائلتي ومن أجل النصر فقط، ولكن ماجد يا شباب يعتبركم منافسيه، لقد اكتشفت القسم الممتع في لعبة كرة القدم. كابتن بسام، واكتشافي هذا لا يعني أبدا أنني استسلمت. بسام يأخذ الكرة بالقوة. هدفي من لعب كرة القدم هو الفوز وليس الخسارة. إنها فرصتهم ليسددوا. أوقفوه، هيا بسرعة. يجب أن أوقفه. والآن هل هذه آخر محاولة لفريق المجد لاعتراض تسديدة بسام؟ بسام يقفز ويحاور. يجب أن تفوز في كل الظروف. بسام ذهب إلى الموقع الذي يستطيع منه التسديد. من سيترك لك الفرصة؟ ماجد، ماجد يقفز ليوقف كرة بسام وهي في الهواء تطير، فهل يستطيع؟ ماجد بسام يمررها بدل أن يسددها. هيا إحسان بسرعة. أهو إحسان يتحرك ويرسل كرة قوية، ولكن وليد أمسكها. يا سلام وليد، قصة رائعة. لهذا أنا أحبك وليد، أنت رائع. كانت آخر فرصة للحرية، ولكن لم يستطيعوا التسجيل لأن حارس المرمى الرائع وليد كان لهم بالمرصاد. لو كان إحسان بنفس مهارة ماجد وياسين لأصبح ثنائي فريق الحرية معادلا لفريق المجد وربما أحسن، ولكنه ما زال طالبا في المرحلة الرابعة. كابتن أنا متأسف، لقد كانت فرصتنا وأنا أضعتها. لا تأسف لذلك، ما زال أمامنا دقيقتان. لو استطعنا أن نسجل في كل دقيقة هدفا واحدا لتغير مجرى المباراة. وليد إصابته تؤلمه، فلو سددنا فإننا نستطيع أن نسجل عليه هدفا. لابد أن نفوز اليوم. لم يبق سوى دقيقتين والنهائي وصل إلى ذروته الآن. هيا 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 هيا. الآن وفي هذه اللحظة أصبحت المسؤولية عليك. هيا بنا، هيا. ما زلنا بخطر حتى الآن، لا دام هناك فرصة سأستمر في هجومي حتى النهاية. وليد يرسل الكرة إلى ماجد حيث يستمر هجوم المجد. ماجد يجري بالكرة إلى الأمام.